اسمعني مزيان، قضية اللحية، الله يجازيكم بخير، قضية اللحية ما عليه الأئمة الأربعة إلا من شذ من بعض أقوال الشافعية وغيرهم، لكن ما عليه إجماع الأئمة الأربعة أن حلقها، كنعاود نقول نفس الكلمة في كل موطن، تكريطة تمليطة، مبغيناش نذكر اسمي، يقول لك دير الإشهار، آلة الحلاقة تضربها بحال هكا تكرطها تيولي كي هنا كي هنا، هذه الأئمة الأربعة على إجماع تحريمها. ولما كناش ناخذ الفقه ديالنا من عند الأئمة الأربعة ما عرفتش واش باقي شي فقه في الدنيا ولا ما بقاش. هذه وحدة. فين كاين الاختلاف عند الأئمة؟ كاين عندهم الاختلاف فيما يتعلق بطولها. فالأصوليون عندهم كيف كيبنيو على الأصول، كيقول لك ذاك الأحاديث ديال أعفو أرخو إلى آخره، كيقول لك أعفوها وأرخوها من أصلها بغض النظر عن طولها. المهم أنه كيقول لك الراجل يهز فك عينه كيقول هذا عنده الحياة. فهنا كاين القول بالفقهاء، وهذو من يمشوا للقول لسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهم ورضي الله عنهما وغيرهم. قال لك أودي الحياة ما تخل يعني ماشي ما تخليهاش، وإن أخذت بمقدار القبضة تقبض عليها وتضرب. كاين اللي قال لك القبضة من هنا، كاين اللي عبر القبضة من هنا، يعني قال شو اللي هنا لتحت، كيقول لك هنا وضربتي من تحت منها لا شيء في ذلك. هذو الفقهاء. المحدثون كيقول لك أودي اللحية هذيك أرخو أعفو أعطيها اتساع، ما تقربش لها تكون نيضهك نيضهك خارج الهنجي، طويلة قصيرة كينوض شوية هنا وشوية هنا، كيقول لك أعطيها اتساع ما تقربش لها، واش عاطط من جناب باش لا والو ما تهضرش معها. ملي غنجيو نقلبوا الخلاف ما بين هاد الثلاثة هو في تعريفهم للسنة. فالفقهاء عندهم السنة لها تعريف، الأصوليون السنة عندهم لها تعريف، والمحدثون السنة عندهم لها تعريف، وهذو اصطلاحات اصطلح عليها أهل هذا الفن من العلوم الشرعية وخلاص. وماشي على قد الطول ديال اللحية على قد الإيمان، هذا عاوتاني موضوع آخر. ماشي نعاود نقولها، ماشي على قد الطول ديال اللحية على قد الإيمان. واضحة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.